الحمد لله خدمنا هذا الاسبوع طيله هذا الاسبوع باش نحققوا هذه النتيجه. كنشكر الطاقم التقني والاداري على المجهودات اللي تيقوموا، كنشكر الجمهور الغفي اللي جا ساندنا في هذه المقابله، كنشكروه بزاف وكنطمحوا ان شاء الله نمشيو بعيد في هذا الكاس غالي ان شاء الله. عارفين الخصم ديالكم صراحه باقي باقي حتى الغدا عاد يتلعب معاك ان شاء الله. حنا غنبريباريو سواء الراجي سواء اسفي، غندخلوا باش نحققوا نتيجه ايجابيه ونمشيو لما لا نمشيو بعيد في هذا الكاس ان شاء الله. بخصوص البطوله الوطنيه الرتبه اللي كنشوفوا فيها دابا الشباب، واش غتلعبوا باش تصوفيو؟ واش كاين تحفيزات من المكتب المسير ولا ما كاينش؟ كما شفنا الجماهير ديال الشباب راه كنشكروا عارفين، كنشكروا الجمهور حنا اللي كيجي ساندنا صراحه، وحنا كنوعدوا الجمهور باللي غادي نتقاتلوا ان شاء الله في قادم مباريات باش نخليو هذا الفريق اللي فريق عريق ان شاء الله، ونخليوه في المكانه ديالو ان شاء الله. ارجو ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.